Ouais, ouais. تتمه الفيديو اللي فات الى لقيتو عاقلين الفيديو اللي كانت فيه الوصفه ديال هذوك الخبيزات مالحين اللي منكهين بالفرماج الحمر والمسكه الحره، كيجيو لذادين بزاف شكلا ومذاقا وكيجيو رائعين. والى لقيتو عاقلين شاركت معكم التصويره ديالهم وهم معمرين، وقلت لكم العماره غادي تشوفوها معايا في الفيديو الجاي، وهذاك الفيديو الجاي هو هذا الان دابا غادي نشارك معكم. فغنشارك معكم تيرين ديال الدجاج، تيرين ديال الدجاج اللي ما نكذبش عليكم بدعت فيها بزاف بزاف وجربتها بزاف 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 في ديال الحوايج. في الاخر الفيديو غنقول لكم شنو تقدروا نتوما الاضافات الى عندكم شنو تقدروا تضيفوا عليها. غنشارك معكم تيرين ديال الدجاج منكهه وزوينه، ما كطيب لا في بان ماري لا حتى شي حاجه، كنطيبها مباشره في الفران. وغادي نشارك معكم واحد لاصوص اللي كتجي رائعه جدا. بلا ما نطول عليكم دوزوا المقادير بطريقه التحضير. بالنسبه للتيرين ديال الدجاج غادي نحتاج نص كيلو ديال الصدوره ديال الدجاج اللي غسلتهم مزيان بسكنجبير والملحه والحامض. غادي نقسمهم بشي شويه ديال فيلي دو داند فومي، هاد البنه الفومي كتعطي زوينه في هاد لاتيرين. غادي ندير تويمه محكوكه وحده ضريس، غادي ندير شي شويه ديال الخضر المجففه اللي كتباع الناس ديال كازا عند هشام اولا حسن ديال بن جديه. إذا ما عندكمش ماشي مشكل. غنحتاج شي شويه ديال السودانيه، غادي نحتاج البصله مقليه حتى هي تتبع عند هشام اولا حسن ديال بن جديه. هي شوفوا جميع الناس اللي كيبيعوا هادشي ديال العطريه راه ولات متوفره عندهم. بصله مقليه عرفتي هادي كتعطي واحد اللذه رائعه. غنحتاج ثومه غبره، هاد الثومه غبره حتى هي عندي فومي. غنحتاج في العطريه شويه ديال البزار، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الملحه، وغادي نحتاج ابيض بيضه، وغادي نحتاج فرماج احمر محكوك، وغادي نحتاج هنا عندي تقريبا غنحتاج واحد 100 غرام ديال كريمه ديال الطبخ. غادي نقطع هاد الطريفات ديال الصدر طريفات باش نديرهم يطحنوا. ودابا غادي ندير العطريه في مره غادي نطحنها مع الدجاج. الملحه غادي ندير شويه، ما نديرش بزاف لانه هذيك الخضره اللي عندي مجففه مالحه، زائد انني غادي ندير الفرماج حتى هو مالح. سكينجبير الا عندكم سكينجبير طري كان احسن، انا ما عنديش، غادي ندير هاد سكينجبير العادي. شويه البزار، السودانيه مع الخضر المجففه. غادي ندير البصله مقليه، عاد هاد البصله رائعه، انا ولات ما كتخطانيش من الدار، كنديرها في لي برغر، كنديرها في كل شيء، تعطي واحد البنه زوينه بزاف. غندير شويه ديال الثومه غبره، طريس ديال الثومه، نحاول نوصل بحال هكا باش تطحن مزيان مع الدجاج. غادي ندير فيلي دو داند فومي وغادي نطحن. الدجاج هو من بعد ما طحناه عرفتي راه واحد الريحه، ريحه فنه فنه فنه. شتيو دابا هذا
هذا دابا اللي طحنتو الا ما بغيتوش ديروه تيغين ديروه دي نوغيت تخدموهم دي نوغيت. هادو دابا دوزوهم في البيض وفي الشابلور رائعين رائعين من السمين، ما يمكنش وليداتكم ما ياكلوهمش. مازال ان شاء الله غادي نشارك معكم النوغيت ان شاء الله. دابا غادي نعبر غنعبر 100 غرام ديال الكريمه. بالنسبه للكريمه عندي كريمه ديال الطبخ، غادي ندير ابيض بيضه وغادي ندير فرماج احمر. يقيس وغادي نعرك هاد المكونات مع بعضياتها حتى كتندمج. انا راه تنخدم بيديا، ما عزيزش عليا ندير الليكات ونديرهم يكونوا هكا اون كونتاكت مع الماكله، ما كيعجبنيش الحال. يدي مغسوله ناضيه معقمه نهار كامل وانا خاشيها في الماء. صافي كنبقى نخدمها بحال هكا حتى كنحس داك البياض البيض دخل. صافي ها هي واجده. دابا غادي نديروها في لو مول ديال الكيك وغادي ندخلوها الفران باش طيب. دابا غادي نديرها في هاد لو مول ديال الكيك، دهنته بزبيده وغلفته بالبابي كويسون. عندي لابار ديالو 20 على 10. نحاول نقاد ونعمر هذوك الجوانب التحتانيين. كنغطيها من الفوق ضروري باش ما تحرقش لينا. كندخلها الفران اللي مسخنه على درجه حراره 180 الفوق والتحت. ها هي لا تيغين ديالنا وجدات، تقريبا خدات ليا 21 دقيقه في الفران ما كتعطلش. غادي نحلها لكم غير من الفوق شوفوها. شتيو صافي دابا انا غادي نخليها حتى تبرد وعاد ندوزو باش نقطعوها. دابا غادي ندوزو نصوبو لاصوص اللي غادي نرافقوها مع هاد التيغين ديال الدجاج او اللي غندهنو بها لي ساندويش ديالنا. هي صوص كتجي مختلفه ولكن في هادشي كامل انها كتجي بنينه بزاف. هنا عندي في مقيله درت واحد البصيله صغيره مشلضه رقيق، غندير معاه شويه ديال الزويته بلديه، ندير شويه الملحه شويه البزار، ندير شويه ديال الثومه وبا. صافي غنشحر البصيله غنشحرها مزيان 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 حتى كطيح وكتدبل وبحال لا تقريبا كتعسل واحد شويه. عاد غادي نزيدو عليها طريفات ديال الشامبينيون شامبينيون طري طريفات ديال الشامبينيون طري. البصيله ها هي دبالت، دابا غادي نضيف عليها الشامبينيون طري. انا تقريبا درت واحد 4 الوحيدات صغار. وغادي نخليه كيتشحر مع البصيله حتى كيدبل. دابا غادي نزيد لاكريم الكريمه ديال الطبخ. غتقولوا لي شحال، غادي نقول لكم الله اعلم. غادي ديروا لا كريم عينكم ميزانكم. غادي نقص انا شي شويه من الزيت. صراحه انا كندير عيني ميزاني.
دابا غادي ندير الفرماج ساندويتش. بغيتو ديرو الفرماج ساندويتش ديروه، بغيتو ديرو فرماج حمر غاطي ديروه. هاد لاصوص البنات راه ما كتجيش جاريه، كتجي عاقده، لانه انا متعمده انها تكون عاقده باش غادي ندهن بها لي ساندويتش ديالنا. صافي غادي نخلي هاد الفرماج حتى غادي يذوب، وغادي نحيد المقيله من فوق البوطه. صافي ها لاصوص ديالنا وجدات، كتجي على هذا الشكل هذا. داكشي قلت لكم انا لاصوص بغيتها تكون عاقده، نطفي عليها ومازال غادي تبرد وتزيد تعقاد. هذه كتجي فنه، هذه تقدروا تخلطوا بها حتى لي بات. انا عارفه كلشي دابا كيتسنى هاد التيرين ديال الدجاج كيفاش دايره. خليتها حتى بردات، ما تخافوش الا دارت لكم شي شويه ديال الماء، عادي جدا. الوغ التيرين ديال الدجاج هي هذه، كتجي على هذا الشكل هذا. شوف كيفاش كتجي، كتجي فنه 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 بزاف. غير هو نصيحه ما تخليوهاش طيب بزاف في الفران، راه دغيا تطيب. دونك نقطعوها شرائح، شوفوا ليها عطي واحد الريحه رهيبه غير من العطريه اللي انا درت، راه تعرفوها باللي غادي تجي بنينه. انا كنصوبها دائما وكنقطعها هكا شرائح، وكنديرها في شي بواطه تكون محكمه الاغلاق، وكنحطها في الثلاجه كتبقى عندي حتى لربع ايام خمس ايام. صافي الوليدات كيجيو في العشيه ملي كيجيهم الجوع كيلقاو ما ياكلو، دي فوا كتقدري ديري غير خبيز، ماشي بالضروره انك ديري الخبز هذا اللي شاركت معك، غير خبيز ديال الدار عادي كدهنيه بفريميجه، ديري معاه شي شويه ديال الخس، كديري طريفات هادو ديال الدجاج مع طريفة المطيشة إلا بغيتي، وانت قاضية الغراض أو هكا العشاء، أو دي ساندويتش باردين للوليدات، أو دي ساندويتش بالبان دومي للوليدات، الناس اللي كيعطيو لوليداتهم لانش بوكس الصباح، أو حتى الناس اللي هما خدامين وتتاكلوا تتعرفوا لنفسكم شنو تتاكلوا. صافي دابا غادي ندوزو نعمرو لي ساندويتش ديالنا اللي كلشي كيتسناو. هذا الخبيز بيان سور اللي شفتو معايا في الفيديو اللي فات، كنحب الخبيز على نص. شوفوا شحال تيجي مقطم وزوين، وما كتكونش فيه بزاف ديال كيف ما تنقولوا لها حنا بالدارجه بزاف ديال البابا. ها نتوما البنات ها لاصوص، غادي ندهن حتى هنا هنا به غنسد. غادي ندير طريفات ديال الخس، بالنسبه للخس اي نوع نتوما عندكم، انا كيعجبني هذا البلدي مغسول مزيان. وتندير هكا، صافي
بلا ما بيشو بلا حتى شي حاجه. هادو كيشوفوني بزاف 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 بزاف. الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا من لي ساندويتش اللي معمرين بالتيرين ديال الدجاج مع هذيك لاصوص ديال الفطر الطري والكريمه والفرماج تيجيو اكثر من رائعين. سولوني انا شوف بعد الريحه تلفت سولوني انا اللي غادي نقول لكم هاد الريحه اللي عاطي عندي في الدار رائعه 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 بزاف. دابا غادي نجيكم لي زاسيوس وقيدوهم عندكم. اول حاجه علاش انا درت هذاك الفرماج سومبليش درتو وسط الكريمه. هذه الحاجه الاولى علاش درتو وسط الكريمه، حيت بغيتو يذوب ليا في الكريمه ويعلكها ليا. علاش؟ لانه هنا تيرين عندنا بارده، والا درنا داك الفرماج سومبليش مربع فوق لا تيرين ديالنا ما غاديش يذوب، ما يمكنش شي حاجه سخونه اللي غادي تذوبوا لينا. وحنا داك كنعرفوا داك الفرماج سومبليش فاش كيذوب عاد باش كيطلق ديك اللذه ديالو. فقلت انا من الاحسن، هي نورمالمون ديك لاصوص كنت كندير فيها فرماج احمر، قلت انا من الاحسن نذوب فيها الفرماج ساندويتش باش يعطيني ديك التعليكه ديالو ويعطيني البنه ديالو. هذه الحاجه الاولى. بالنسبه للاتيرين تقدروا تنكهوها بزاف ديال الحوايج. مثلا انا جربتها بزاف ديال النكهات، جربتها بالكروفيت كنلوح فيها حفينه ديال الكروفيت، البنات فريمون حفينه ان شاء الله يجعلكم تحطوا تلوحوا فيها غير 100 غرام ديال الكروفيت الحيمه مقشر 100 غرام، كتلوحوه مع الدجاج وكطحنوه وكتخليو هذيك العطريه اللي انا شاركت معكم، كيجي فن ولذيذ لذيذ لذيذ بزاف. تقدروا مثلا ديروا السوريمي، الناس اللي تيبغيو السوريمي انا جربته بالسوريمي كيجي بنين، ولكن بناتي ما بغاوش ليا السوريمي باش نكون معكم واضحه. كيجي بالسوريمي كيجي زوين وكيبانوا دوك اللوينات تاع السوريمي داك لورانج وسط لا تيرين كيجي زويون. وكتقدروا ديروه هكا كيف ما درت اليوم بالشاركوتري، كيف ممكن انكم تيفيتيو هادشي كامل، ديروا غير صدر ديال الدجاج مع هاد العطريه فقط راه كيجي رائع. وبالنسبه لهذيك الخضره المجففه الا ما عندكمش ماشي مشكل، ماشي بالضروره ان خصها تكون باش تقدروا ديروا هاد لاطيري. دونك كنتمنى نكون جاوبتكم على كل شيء وما بخلت عليكم حتى شي حاجه، وكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الساندويشات وليداتكم. صلحوا لكم اللانش بوكس، صلح لكم حتى رمضان، صلح لكم رمضان باذن الله. وعطيوني الاراء ديالكم في لي كومونتير، قول لي كيفاش جاوكم، ونقول لكم خليتكم على خير ونلتقينا بكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جاي الى بغى الله. سلامه.